كمحافظة دينمارك. لدينا رؤية بطريقة إدارة المشاريع بطريقة جديدة. هذه صلاحية حصرية للمحافظ باعتبار هو رئيس جهة التعاقد. فذهبنا بالاتجاه الأول أن تكون إحالة المشاريع الدعوات المباشرة لأصحاب معامل الإسفلت، وذهبنا بتوجيه دعوات مباشرة بحدود 30 دعوة مباشرة لأصحاب معامل الإسفلت. كانت سابقا تعطى يعني بصراحة مع الأسف تكون سماسرة ومتاجرة بهذا الموضوع. اليوم أعمال التبريد ذهبت للمقاولين من أصحاب المعامل بصورة مباشرة. الموضوع الثاني الشركات الناشئة، لدينا بحدود 10 شركات ناشئة، أيضا سيتم توجيه دعوات مباشرة بدون تدخل أي جهة أخرى. هذه الشركات هي شركات جديدة، نعمل على تنمية هذه الشركات، سيتم أعطائهم مشاريع صغيرة من أجل اختبار هذه الشركات، وأيضا في نفس الوقت تنمية هذه الشركات الصغيرة. الموضوع الثالث بقانون الموازنة لرئيس جهة التعاقد أي المحافظ توجيه دعوات مباشرة للمشاريع التي هي دون 6 مليار، ولكن هذه الصلاحية هي أعطيت للمحافظ، وإيمانا منا بأن تكون أعمال المحافظة الجديدة خارج السياقات التقليدية. نحن اليوم وجهنا 20 إعلان، هذه المشاريع كانت المفروض أن تكون دعوات مباشرة، ولكن حرصا منا المحافظة أن تكون هناك شفافية عالية، أن تكون فرص متساوية للجميع. فقمنا بتوجيه الدعوات بدلا من الدعوات المباشرة إلى الإعلان العام والمناقصة العامة، وبإمكان الجميع أن يطلع عليها، هي موجودة في لوحة الإعلانات. إذا لدينا برنامج من أجل أن تكون أعمال المشاريع الحكومية تدار وفق رؤية الحكومة المحلية حتى تكون بها عدالة، وأيضا في نفس الوقت أن يكون استبعاد للشركات المتلكية، استبعاد للشركات التي في القائمة السوداء، استبعاد للشركات التي لا يوجد فيها قوة تنفيذية كبيرة. وإن شاء الله دائما سنستمع من الجميع، سواء المواطنين، السلطة الرابعة، النقاد. هذا نحن نريد تقويم الأداء فيما يخص إدارة المشاريع الحكومية في محافظتنا. سنعمل على معالجة الإخفاقات سواء لدى الشركات المتلكية أو كذلك لدى الكشوفات المتردية مع الأسف التي لا توجد فيها مواد مضافة، وأيضا مع الأسف لجان الاستلام. إذا الموضوع هو فيه مشاكل عديدة، ولكن هذه مسؤوليتنا. اليوم عندما بدأنا بإسناد مهمة تبليط الشوارع إلى أصحاب المعامل الإسفلت بصورة مباشرة حتى تكون أعمال الصيانة سنتين، وتكون الأعمال ضمن المواصفات، وتكون هناك خلطة مزيجية بإشراف المختصين من بلدية الموصل وطرق الجسور. إذا لدينا حل لهذا الموضوع، إن شاء الله سنكون قادرين على تجاوز كل المشاكل والمعوقات، سننهض جميعا بنينوى.